ناميبيا 0-0 في رابع جولات تصفيات المونديال 2026 جاي. المقابلة أقل ما نقول عليها إنها دون المتوسط. مردود المنتخب كان متواضع جدا. أول تعادل بعد 3 انتصارات في الأربع جولات تخلينا في المركز الأول، لكن مازلنا قراب للمنافسين. منتخب غينيا الاستوائية يفوز البارح على مالاوي 1-0 في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، وفي نفس مجموعة منتخبنا. ومباراة مهمة ونتيجة زادة تهمنا، لأنه بعد الماتش هذا تونس في الصدارة ب10 نقاط، بعدها منتخب ناميبيا ب9 نقاط، ليبيريا في المركز الثالث ب7 نقاط، المركز الرابع لمالاوي ب6 نقاط، غينيا الاستوائية في المركز قبل الأخير ب3 نقاط، وساوتومي في المركز غينيا الاستوائية في المركز قبل الأخير ب3 نقاط، وساوتومي في المركز الأخير ب0 من النقاط. الماتش الجاي بالنسبة لمنتخبنا في التصفيات هذه في مارس 2025 ضد ليبيريا في مقابلة الإياب، تونس ضد مالاوي، تونس ضد ليبيريا، نمشي لغينيا الاستوائية نلعبوا ضد غينيا الاستوائية، نمشي زادا لساوتومي، وأخيرا نجيبوا ناميبيا لتونس في أكتوبر 2025. نحكي على البطولة في الرابطة المحترفة الأولى والجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج نهار الجمعة 14 جوان، مقابلة الملعب التونسي والنادي الإفريقي في ملعب الهادي النيفر مع 4:30 نهار السبت، ماتش بين الترجي الرياضي التونسي يستقبل الاتحاد المنستيري في ملعب حمادي العقربي بيرادس نهار السبت على الساعة السابعة مساء دون حضور الجماهير. نحكيه على كأس السوبر التونسي للموسم 2021-2022. الترجي الرياضي التونسي صاحب البطولة في الموسم هذا المذكور، يلعب ضد النادي الصفاقسي المتوج بالكأس في نفس الموسم. باش يتلعب الماتش هذا باش يتلعب في ملعب حمادي العقربي بيرادس نهار الجمعة 28 جوان، خصوصا في الوقت هذاك الزوز فرق يكونوا ما عندهمش التزامات أخرى في أي بطولة أخرى. نحكيوا على المقابلات البلاي اوت الجولة 7 والأخيرة، ومباراة الحسم باش نعرفوا شكون الفريق الثاني اللي باش ينزل للرابطة المحترفة الثانية نهار الجمعة مع 4:30. مستقبل سليمان يستقبل النجم المتلوي في سليمان، مستقبل سليمان مطالب بالفوز للبقاء، سينو فوز أو تعادل النجم المتلوي يضمن له البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. بقية المقابلات النادي البنزرتي ضد اتحاد تطاوين، قواف القفصة ضد الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردان ضد مستقبل المرسى. الماتشات الكل يتلعبوا مع 4:30. ختاما نحكيو تنس. اللعبة العالمية أنس جابر تتراجع مرتبة في الترتيب من 9 للـ10 عالميا في تصنيف جديد لمحترفات التنس، صدر البارح بعد مغادرتها بطولة رولان غاروس إثر هزيمتها في الدور الربع النهائي ضد الأمريكية كوكو غوف. بالنسبة للمراتب الثلاثة الأولى، المرتبة الأولى من نصيب البولندية إيغاد شيونتيك اللي محافظة على الصدارة، المرتبة الثانية من نصيب الأمريكية كوكو غوف اللي ساعدت على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا اللي صنفت الثالثة عالميا. كانت هذه أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. للمزيد من التأمل الأخبار والتحاليل تابعوا الزميل محمد الدريدي في برنامج استاد الكاب كل نهار حد من 4 حتى 7 متاع العشية. وصلنا توا 6:16، مازلنا معاكم بالفقرات موزيكا وراجعيننا.